السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أصحاب السماحة والفضيلة وطلبة الأعزاء، أنا في غاية الابتهاج والمسرة لحصول فرصة الذهبية لأن أقدم أمامكم حول موضوع المختار: الدراسة النبوية في رعاية الأيتام. أحبائي، تفكروا كيف كانت أحوال العصر قبل مجيء دين الإسلام. لا نحصل لنا دين في هذه الدنيا من يعطي الأهمية لحقوق الأيتام إلا الإسلام. هناك قد كثرت علينا منظمات كثيرة لحقوق الإنسان ولحفظ الأولاد، ولكن لا نحصل لنا المنظمة خاصة لحقوق الأيتام. فقد أعطت دين الإسلام أهمية كثيرة لحقوق الأيتام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. A very warm welcome to one and all present here, respected friends and my dear judges. In this hilarious, auspicious occasion of consolium, I'm very glad to be with the topic, the lessons of Prophet sallallahu alaihi wasallam in the caretaking of the orphans. In this era, we can see number of unions, associations, and many organizations which are taking the care of human rights, which are, there are number of unions for the child kids. But we can see that there is a less amount of organizations and unions for the caretaking of orphans. But Islam is highly giving importance for the caretaking of the orphans. وأيضاً أن الإسلام قد أعلنت مزيداً من الثواب والأجر والإحسان لمن قام بحفظ حقوق الأيتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا في الآخرة، في الجنة. وأيضاً تفكروا يا أحبائي أن من أمر بحفظ حقوق الإنسان وهو أيضاً يتيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضاً يتيم، فهذه يحصل الرغبة في حفظ حقوق الأيتام لمن يستمع الأمر من الآمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضاً يتيم، وهو يقول أن يحفظوا ويعطوا حقوق الأيتام في الدنيا جميعاً. The Islam gives high importance for the caretaking of the orphans. The Prophet صلى الله عليه وسلم says that the caretaker of the orphans and I am like these in the paradise. We know that the Prophet صلى الله عليه وسلم is already an orphan, and he has already commanded us that you should take care of the orphans. So according to a Muslim, when he sees an orphan, he feels that my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is an orphan, so I should take care of this orphan, I should provide all the necessary for this child. وأحبائي في الله، حينما نحن نركز عن أحوال اليتيم في الدنيا فاتت منه الرفقة والمحبة التي تحصل من أبيه،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم أن ترفقوا معه، أن يكون معه، أن يرافق معه كأب له أو أخ له وأم له، هكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطوا المحبة لأولادكم أمام اليتيم. وكذلك أعلن الإسلام الثواب لمن مسح الرأس، لمن مسح رأس اليتيم. وكذلك الإسلام قد أعلن الثواب المزيد لمن قام بإعطاء المال على اليتيم. ولكن يا أحبائي، عليكم أن تفكروا عميقا، لا تعطوا المال إلى اليتيم بالمكروه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وصفا للمؤمنين نصا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. The Prophet صلى الله عليه وسلم, we know that a child, he is missing the love from his father when he becomes an orphan. So it's the lesson from the Prophet that you should stand as a father, you should stand as a brother, you should stand as a friend to one who is an orphan. And the Prophet صلى الله عليه وسلم says that when you keep your hands on the head of the orphan child, you will get the benefits. Like that, in every situation, Islam has given the benefits who are taking care of the orphans. وأيضا يا أحبائي، واجب علينا إعطاء المال على اليتيم. ولكن أن الإسلام قد أعلنت كثيرا من الحقائق، حقوق الإنسان وحقوق حفظ الأولاد، ولكن أن حقوق الأيتام يختلف من تلك الحقائق. لماذا؟ لأن كافل اليتيم إذا يقوم بحفظ حقوق الأيتام فعليه أن يتفكر جميعا كيف يكون معاملاته مع تلك المال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا مال اليتيم. فعليكم أن تفكروا جميعا، هل أنتم يأخذون من مال اليتيم إلا بالحق؟ فعليكم أن تفكروا جميعا قبل معاملة مال اليتيم. ولذلك قال: لا تقربوا، لم يقل لم تأخذوا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فتفكروا عميقا قبل معاملتكم مع مال اليتيم. The property of an orphan stands different from other properties. The Holy Quran says that وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ means you should not go towards the property of the orphans. The Quran has not said that you should take away the, you should not take the property of an orphan. Instead, it's saying that you should not even go towards the property of an orphan. It shows how it's protecting an orphan from his property from being vanished away. Again, in every way, the property of the orphan is highly secured. The Holy Quran says that إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. The one who is taking the property of the orphans, he is filling his belly with the fire from the Jahannam, from the hellfire. So we should be away from taking away the property from an orphan. فإخواني في الله، وأخيرا أنا أقدم أمامكم القصة جذابة من النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بحفظ اليتيم،
حينما مشى في يوم العيد رأى ولدا يتيما لم يحصل له الطعام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما طلب للنبي صلى الله عليه وسلم وأرفقه إلى بيته وأعطى جميع الأشياء التي يحتاج إليها. فتعلموا كثيرا من العبارات من قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. I would like to say an interesting story in the caretaking of an orphan. While Prophet صلى الله عليه وسلم was going towards the masjid, he sees a child weeping in the side of the road. The child says that everyone are celebrating the Eid. I don't have the father or mother, and I don't have anything. I have no dress or any food items to eat. So Prophet sallallahu alaihi wasallam take that child to his home and give him whatever is necessary for him. So this story gives us a message that the Prophet sallallahu alaihi wasallam shows a very good moral in the caretaking of the yatims. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.